يعني ربنا ربنا يعلم يصبرك. بلاش اللي انا عايشاه من غيرها برضو. كفايه المكان اللي هي كانت بتقعد تستناني فيه، مش قادره ابص له، مش قادره اروح المكان اللي هي كانت عايشه فيه، مش قادره اعيش من غيرها والله، والله ما قادره. ويحصل لها كده برضك، يعتبر بسببي انا، انا لغايه دلوقتي حاسه بالذنب اللي هو بسببي، اللي جوزي اللي يعمل فيا كده. ما كنتش اتوقع وما كنتش اتخيل اللي هو يعمل حاجه زي كده. وهي انا اخواتي يعني معتبرينه اخ منهم. هي والله كانت دايما تقولي انا معتبره اكتر من اخواتك يا رولي. كان بصراحه خدوم معاها، كانت يعني طب ليه ما انت حضرتك يعني تصدم بكلمه ليه، يعني ليه كانت العلاقة كويسة بينهم. كانت العلاقه كويسه ما بيننا. يعني حضرتك عارف لو كانت سرقه كان مثلا ما بياخد مني مفتاح، كان دخل سرقها وخرج. طب انت لو عايز تسرق ما انت كنت عملت كده، طب الشقه مش مبهدله، ما فيش حاجه ناقصه. طب وهي بصراحه الحكومه يعني رئيس المباحث والحكومه هناك بصراحه كانوا متعاطفين معايا جدا، كانوا متعاطفين بصراحه معايا، ووكيل النيابه كان برده كويس معايا قوي. طيب هل هو بيشرب حاجة، بيتعاطى مخدرات، بيشرب حاجة؟ شفتيه بعينيكي بيشرب حاجة قبل كده؟ بيشرب، تفتكري أثناء ارتكاب الجريمة دي كان شارب حاجة وكان ما كانش في وعيه مثلا؟ انا والله ما اعرف، بس هو اللي انا اعرفه اللي هو قال كده، بس انا ما اعرفش. يعني انا حضرتك ما طول الليل قاعد معاه، قاعد فوق طول الليل حضرتك، هو خد بعضه وطلع على فوق، اللي هو حكايه احنا ما نعرفش طيب غير من حكاويه. هو هو قاعد في شقتي حضرتك، هو قاعد في شقتك انت، هو قاعد بيت لها في شقتي، بيت لها. طب انا عايز اعرف، هو احكوا لي. خد بنته وراح قبلها بليله قال لها انا هصلح لها الغساله، ماشي، ساب لها البت وقال لها روحي البت يما انا ماشي. روحت بنتها لحد المزلقين، قالت لي يا بنتي، اتصلت بس الساعه 12 بالليل، قالت لي يا بنتي انا قادره امشي عشان جوزك يقول لي ودي بنتي، ودي بنتي لغايه المزلقين بره. قلت لها معلش حقك علي. قالت لي يا لولا والله انا رجلي وجعاني. قلت لها معلش حقك علي، هكلمك الصبح. خدت بعضها وروحت، هو كان خد بعضه وطلع على فوق، وهي يعني ما تعرفش، هي عندها ودن ما بتسمعش منها. طيب احكي لي كواليس اليوم اللي انت حسيتي فيه ان والدتك فيها حاجة ولازم تروحي لها، ايه اللي حصل؟ احكي لي اليوم ده كان ماشي ازاي، وكنت على تواصل مع جوزك ازاي ما كانش وقتها؟ برد قبلها بيوم، من ساعه ما نزل من البيت قال لي انا هبات عند العربيه. ما انا ما سمعتش صوته غير لما شفته، لما اهلي، انا ليا اهلي شافوه في مكان، فجم قالوا لي في ساعتها، قالوا لي احنا شفنا جوزك متبهدل. انا بقى انا منهار على والدتي، انا مش مركزه في اي كلمه حد بيقولها لي. قالوا احنا شفنا جوزك متبهدل، جوزك لو جمعت السلوك مع بعض جوزك اللي عمل كده. قلت لهم يا جماعه مش وقته، انا كل تركيزي في والدتي اللي ماتت. طب ايه خلاكي تحسي ان والدتك فيها حاجه ولازم تروحي لها الشقه دلوقتي؟ اللي هي ما ردتش عليا طول النهار، تليفونها كان مقفول، واتصلت بالشغل قالوا لي دي ما جاتش النهارده. فانا خدت بعضي ورحت، قلت للجيران شفتوها النهارده، قالوا لي لا ما شفناهاش. انا قلت لهم اكسروا الباب، كان الباب مقفول كان عليها. الباب مقفول، هي بتحطي متعوده بتحطي مفتاح من جوه طول عمرها. حضرتك هي بردك الشك، انت هي حاطه مفتاح وهو بيقول انا خرجت من الباب. انا بقى هي بقى لما حصل كده انا رحت وخليتهم كسروا الباب، ما رضوش يدخلوني. انا بقول لحضرتك انا ما شفتش والدتي غير في المغسله، وما شفتش دم والدتي غير وانا بغسله مع السلم. كان الحوش متبهدل والسلم متبهدل، يعني انا غسلت دمها بايدي.